عمم على كل الدوريات والمفارز، نقلهم الأوصاف، وإذا وصلتك أي معلومات تخبرني فورا. طيب أنت الحارس اللي استقبلهم على الباب؟ أنا سيدي، اتصل فيني الأستاذ كمال واللي يدخلون. هالكلام صحيح يا أستاذ كمال؟ نعم صحيح، لأنهم فاتوا علي بخدعة كبيرة وسداتهم. غريب، هات لنشوف. احكي لنا كيف قدروا يخدعوك وتسمح لهم يدخلوا على المؤسسة بالليل وانت ما بتعرفهم. اتصل فيه شخص وقال لي اسمه ماجد، رايد يزورني مشان يسألني عن سيدة انا بعرفها، وادعى انه رايد يخطبها. ومين هالسيدة هاي؟ السيدة نوال عامر، زوجة صاحب المؤسسة، وقصدي مطلقته. وشو المناسبة يا أستاذ كمال أنك تعطيه موعد بالليل وبمكتبك بالمؤسسة وأنت ما بتعرفه؟ يا سيدي الكريم، أنا تصرفت بشكل طبيعي وحسن نية، ما خطر لي أبدا أنه لص وعم يحتال علي. قديش المبلغ اللي كان بالخزنة يا أستاذ كمال؟ حوالي 750,000 ليرة، وشكات بشي 200,000، هذا ما عدا عقود المؤسسة ووثائقها ومستنداتها. أنا مضطر أخذك معي على القسم الجنائي يا أستاذ كمال، أنت والحارس استقبلهم على الباب. رح أعرض عليكم مجموعة صور نستكمل التحقيق هنيك. طيب تفضل. روح شوف مين. الو الو، ايوه اهلين، طبعا موجود معلم، تفضل استاذ ناصح. أهلين أستاذ ناصح، ولا يهمك اطمن كله تمام. برافو يا عقاب، عظيم كتير. أنا بكرة الصبح رح أكون عندك. مع السلامة. رح أتصل بالمؤسسة وخلي على المقسم يحكي لي كل شيء. ألو مرحبا، أنا ناصح، الله يسلمك، عم حاكيك من لاذقية. تسلم لي عينك، اسأل لي الأستاذ كمال، يا ترى الأستاذ عادل اتصل من باريس؟ شو عم تقول؟ عم تحكي جد؟ أعوذ بالله. طيب كيف دخلوا هالمؤسسة؟ وكيف طلعوا منها؟ ودون ما حدا يشوفهم؟ مو معقول. علي صوتك، ماني سامعك، فهمني شو صار بالضبط. لا 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 لا، هالحديث مرفوض، هاي اكيد لعبه من كمال. طيب انا جاي فورا، وبكره الصبح رح نعرف مين هو السارق المزبوط. مع السلامه. انت بتعرف مين رح يطلع السارق بكره؟ طبعا كمال. كمال هو اللي نفذ، بس اللي دفع واللي خطط هي نوال. نوال؟ انت شو ناوي تعمل؟ فهميني. بكره بتشوف شو رح اعمل. يلا خدي ابنك وزيل، انا رح بكر على العقل. لاحق عليه، زيل ارتاح لك شوي، صار لك 4 ساعات عم تسوق. مين رح يجيني نوم؟ ما بعرف شو صار، المهم ما نتركه وحده ولا لحظه وحده. من جهه عقاب اطمن، ما رح يتجرأ يخدعنا. المهم انزلي وتصلي لي بسرعه بس. طيب
انت لا تتاخر حتى ما يشغل بالي عليك. طيب تفضل. Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Allô? Sabah al-khairat? Khair? Fajatini b'tisalik bihalwaqt? Amir fi shi? Lakin shu l'qissa? مؤسسة انسرقت؟ فهميني شو اللي انسرق؟ امتى؟ وكمان وين كان؟ قلت لك ما بعرف التفاصيل. كنت انا وناصح على البحر، فطلبت منه يتصل بالمؤسسة حتى نطمن عن اخبارك، ففاجأنا عامل المقسم بهالخبرية ورجعنا فورا. معقول عامل المقسم يكذب؟ طبعا سألت عن كمال، قالوا لي انه الشرطة اخذته حتى يحققوا معه. طيب طيب، انا راح احجز على اول طيارة وعن اي طريق. طبعا لازم تروحي تفهمي شو القصة. مع السلامة. تفضل. هاي الوراق اللي طلبتها ست ليلى. بس اوعى حدا يشوفها معك، بعدين بتكشفنا. ها ولا يهمك، أنا حريص أكثر منك. ما قلت لي شو ناوي تعمل بالمبلغ؟ ناوي ندفع ثمن البضاعة مثل ما اتفقنا. لا، أوعك تتصرف بالمبلغ حاليا. استنى شوي لبين ما تهدى الأمور. بس نحن حجزنا الطلبية ولازم نسدد ثمنها. استنى علي لحتى يرجع الأستاذ عادل ونقدر نلبس التهمة لكمال. ساعتها بنقدر نتصرف على راحتنا. طيب نستنى، ما في مانع. ادخل. صباح الخير. اهلين. صباح الخير، تفضل ارتاح. يا سياده الرائد، انتم اهتميتوا فيي ونسيتوا الناس اللي سرقوا، بين المفروض انكم تلاحقون بدل ما قاعدين عم تستجوبوني من امبارح لهلا. ومين قال لك انه ما عم نلاحقهم؟ بس يعني نحن واجبنا اولا نهتم فيك، لانك الشاهد الوحيد لحدوث السرقه والمسؤول عنا كمان. كيف يعني انا المسؤول عنا؟ الاموال اللي انسرقت هي ملك عادل شكر، وانت مؤتمن عليها بحكم وظيفتك، ونحن مضطرين ننتظر مجيئه حتى نسمع شهادته. يمكن يتهمك بسوء الائتمان وتدبير العمليه كلها. اعوذ بالله. يا سياده الرائد، انا والاستاذ عادل اخوه واصدقاء من حوالي 20 سنه واكثر. بعدين لولا ثقه العمياء فيي ما كان سلمني اداره المؤسسه والتصرف باموالها وكل شيء فيها. يا استاذ كمال، في مثل عربي بيقول من مأمنه يؤتى الحذر. شو قصدك يا سيادة الرائد؟ قصدي انه روايتك للحادثة، حادثة السرقة، فيها ضعف واضح. انت عم تعترف بانك سمحت للسارقين بدخول المؤسسة وكنت على موعد معهم، وادعائك بانهم خدعوه وكانوا جايين ياخذوا منك معلومات عن السيدة نوال
هذا عم يضعف موقفك أكثر. يعني حضرتك بتشك فيي أنا؟ أنت بتشك بحدا تاني؟ أنا بشك بناصح، لص محترف وصاحب سوابق، ومن زمان كان هدفه أنه يسرق المؤسسة، واللي بيأكد لي أنه هو اللي مدبر العملية كونه تهجم علي بالمؤسسة واتهمني بالسرقة قدام الموظفين وسافر لحتى يكون بعيد عن مكان الحادث. مين ناصح؟ طمني شو صار معك؟ كله تمام. اتصلت برجي وفهمته شو يعني؟ طبعا اتصلت والامور ماشية مثل ما بدك. هدول الشرطة اكيد جايين يبلغونا. صباح الخير. اهلين، صباح الخيرات. منزل السيد عادل شكري؟ نعم. حضرتك زوجته؟ ايوه. نحن عم ندور على اخوك السيد ناصح. اهلا وسهلا، انا ناصح. ممكن تتفضل معنا على القسم يا سيد ناصح؟ رئيس القسم طالبك. شو المناسبه ليطلبني رئيس القسم؟ هلا شرف معنا وبعدين بتعرف شو المناسبه. تفضل. 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 صباح الخير اختي. صباح الخير. نعم. هون مشغل ست نوال عامر؟ نعم. الاستاذ عصام بعت لي قماش بدي سلمها اياها بالايد. روح هاتون انا بستلمه. يا طيب. يا سياده الملازم، انا ما نمت الليل وانتم عم تاخذوني وتجيبوني وتحققوا معي. اذا سمحت خلصوني وخلوني امشي، انا مضطر اخبر الاستاذ عادل لباريز على الاوتيل قبل ما يطلع منه. الاستاذ عادل صار عنده خبر. سيدي ليلى زوجته موجودة بمكتب الرائد وقالت إنها خبرته وراح يصل على أول طيارة. عظيم، بس يوصل راح تسمعوا كلامه وشهادته فيه. رغم ذلك نحن مضطرين نستضيفك عنا شي يومين تاني. شو يعني تستضيفوني؟ هذا إذن من النيابة العامة بتوقيفك على زمت التحقيق يا سيد كمال. توقيفي أنا؟ طبعاً. أنت عم يتهمك بشكل صريح وعمالي بيقول إنك صاحب سوابق كمان. أنا؟ سمعني؟ سيد كمال ما اكتفى أنه سرق المبلغ اللي لبسني التهمة إلي كمان. على كل حال يا سيادة الرائد، أنا ما راح أحكي شيء أبداً، بس بتمنى أنك تستدعي للشهادة بعض الموظفين اللي حضروا الخناقة بيني وبين سيد كمال لما حصلت مبارحة الظهر، واللي اضطريت على أسرها أني أترك المؤسسة وأمشي. طيب بتقدر تحدد لي بالضبط وين كنت ساعة وقوع الحادثة؟ رحت أنا وأختي ليلى على البحر لحتى هدي أعصابي شوي لبما يرجع الأستاذ عادل، بس ما خطر لي أبداً أنه السيد كمال رح يستغل غيابي وغياب الأستاذ عادل ويضرب ضربته. أنت شو معلوماتك عن كمال يا ست ليلى؟ بتمنى أنك تعفيني من الإجابة، لأنه كمال صديق حميم لزوجي وبيثق فيه ثقة عمياء، والكلام اللي عندي راح يضايق زوجي وما راح يصدقه ابدا، وما بستبعد انه يوقف ضدي ويعمل لي مشكله اذا عرف اني حكيت. انت احكي وما تخافي وما عليك، طبعا نحن ما راح نخبر زوجك انك انت اللي حكيتي. بعدين انت اولى الناس بانك تساعدينا لجمع المعلومات والادله. مشكلتي ما عندي دليل على الكلام اللي راح اقوله، لانه الامور كانت تتم بسريه تامه، واذا فضحناها راح تكون صدمه كبيره للعاده. أي أمور يا ست ليلى؟ أنا رح أحكي، بس أرجوك ما تخبر حدا أني أنا اللي أعطيتك هالمعلومات. لا لا، اطمني واحكي. طبعا نحن يا ست ليلى ما عمالي مندور على فضيحة، نحن عم ندور على الحقيقة. الحقيقة أنا بشك بوجود علاقة بين كمال وبين مطلقة زوجي نوال عامر.
علاقة شو يا ست ليلى؟ وضحي إذا بتريدي. أرجوك لا تحرجني يا سيادة الرائد. إذا عرف زوجي بهالحديث رح تكله صدمة كبيرة، رح يفقد صوابه، مستحيل يقدر يتحمل خيانة صديقه. أي خيانة يا ست ليلى؟ عم تقولي إنها مطلقة، بعدين ما فهمتينا شو طبيعة هالعلاقة هي. أنا كل اللي بعرفه إنه كمال صار له فترة عم يتردد على نوال ويزورها، ونوال مخبي عنوانها مشان ما حدا يعرف إنه كمال على اتصال فيها. وهالوضع الغريب هو اللي أثار شكوكي، وبعتقد إنه صار لهم فترة عم يرتبوا لشيء، وبالأخير الظاهر وصلوا للي بالدنيا. بفهم من كلامك إنك عمالي بتتهمي السيدة نوال بالاشتراك مع السيد كمال بتدبير السرقة، مو هيك؟ بدك يعني صدق إنه اثنين اتصلوا بكمال وأخذوا منه موعد ليسألوا عن النوال، قاموا طلعوا حرامية؟ طيب بتعرفي عنوان نوال؟ طبعا بعرف، بس أرجوك تتحافظ على وعدك وما تقول لحدا إني أنا اللي أعطيتك هالمعلومات. طمني، أعطيني الملازم حامد. يا ملازم حامد، استدعي لي السيدة نوال عامر للتحقيق وبعد دورية فتش بيتها فورا. ايه تاخذ العنوان. ما عرفتي مين اللي جابهم؟ ما سألتوا عن اسمه، بس عرفت انه مبعوثين من السيد عصام، استلمتهم بالعداد. بتعرفي من حسن حظنا انه تعرفنا على عصام. الله يقدم اللي فيه الخير. شو قصدك؟ بقصد انه الشاب آدمي وحباب، وانا خايفة يصير فيكي مثل ما صار فيي، يعني بقصد تضلي طول عمرك عايشة وحيدة. انت بترضي اني اتجوز شخص ويكون قلبي مع شخص تاني؟ والله حيرتيني معك يا ست نوال. امشي نشرب قهوة. طيب. يسلموا ايديك يا امينه. الله يسلمك. ها اكيد هذا السيد عصام جاي يطمن على البضاعه. انا قلت لك الا ما يجي اليوم. انا متوقع يجي حسام اليوم. ان شاء الله يكون حسام. يلا هو المشغل السيد نوال عامر؟ اي نعم، خير ان شاء الله. ممكن ندخل؟ لوين بدكم تدخلوا؟ خير شو في؟ حضرتك الست نوال؟ ايوه انا نوال. يا ست نوال، عندك مراجعة بالقسم الجنائي، إذا سمحتي تفضلي معنا. مراجعة بخصوص شو؟ شرفي معنا ورح نشرح لك كل شيء. أكيد في سوء تفاهم يا حضرة الملازم، أنا شو علاقتي بالقسم الجنائي؟ لا تؤاخذينا يا ست نوال، نحن مضطرين نفتش المشغل لبين ما تجهزي حالك. تفتشوا المشغل؟ تفضلوا فتشوا. أنا ماني فهمانة على شو عم تدور. يا حاجتي انكتلي، لا ترجع تعذبني بضبهم. طمن بالك، هي بضاعة وطنية. تفضل سيدي. عرفتي على شو عم ندور؟ انت هلا رح تدلينا على البقية. بقية شو؟ لا تتغابي يا ست نوال، سلمينا المبلغ بالتي هي احسن، لانه ما عاد في فايدة من انكار. أي مبلغ؟ وضح لي عن شو عم تحكي؟ أنا ما عندي أي فكرة لا عن المبلغ ولا عن الأوراق. خدي تأمليها منيح. عقود، كمبيالات، سندات، شهادات تصدير، شهادات استيراد، يعني عملياً أهم وثائق المؤسسة. مين جاب هالأوراق لهون يا أمينة؟ علمي علمك يا ست نوال. طول بالك علي يا حضرة الملازم. أنا أكيد متعرضة لخدعة كبيرة.
أنا مستعد طول بالي عليك، بس أنت تقلي لي وين حطيتي المبلغ. أي مبلغ؟ صدقني أنا ما عندي فكرة لا عن المبلغ ولا عن الوراق. بيقولي هالكلام قدام النيابة. يا ست نوال، أنت متهمة بسرقة خزنة عادل شكري. خزنة عادل؟ مرحبا أستاذ حسام، الحق الست نوال عم يتهموها بسرقة خزنة الأستاذ عادل. أعوذ بالله، شو الحكي يا أمينة؟ طيب أنا جاي فورا، مين عم تجينا هالمصايب؟ خير شوفي، شغلت لي بالي. بعدين بحكي لك، روحي جيبي لي جاكيت. يعني نوال فيها شيء لا سمح الله؟ نوال أخذوها الشرطة ومتهمينها بسرقة خزينة عادل. يا لطيف، وصلت الشغلة للسرقة؟ هي أكيد ليلى هي اللي مدبرت لها تهمة، مسألة واضحة ما بدها شطارة. بلا ما تشوفك. بالعكس، أنا بدي إياها تشوفني، ومنيتي لسه أشوفها بالسجن. ادخل. احترام سيدي. اهلين. سيدي نوال عامر صارت عنا. وجدنا بشغلها مجموعة الوثائق والسندات والعقود المسروعة من الخزنة. المبلغ بيظهر انها مخبيته او متصرفة فيه. تفضل سيدي. خليها تدخل. غريب، مستحيل حدا يخطر له انه هالسيدة المحترمة ممكن تقدم على عملية سرقة. أرجوك ما تتهمني يا سيادة الرائد قبل ما تحقق معي وتتأكد من براءتي. مو أنا اللي عم بتهمك يا سيدي نوال، الأوراق المسروقة اللي انوجدت بمشغلك هي اللي عم تتهمك وتأكد إدانتك كمان. أنا ما عندي أي خبر لا بحدوث السرقة ولا بوجود الأوراق بالبضاعة. هي مؤامرة مرتبة ضدي وأنا بعرف مين اللي وراها. عظيم، إذا بتعرفي مين غريمك وقادرة تدلين على السارق فنحن نتشكرك وما قلنا شي عليك. تفضلي قولي، مين ورا هالمؤامرة؟ الوحيدة اللي بتكرهني وبتحقد علي هي ليلى، زوجة عادل شكري صاحب المؤسسة. قصدك زوجته الثانية اللي حلت مكانك؟ أيوة. تقصدي إنها هي اللي بعتتلك البضاعة ودست فيها الأوراق المسروقة لحتى تورطك بهالتهمة؟ أكيد هي اللي ورطتني. طيب اشرحي لي كيف وانا جاهز لمساعدتك. الحقيقه انا ما بعرف كيف. اذا اسمحي لي اتهمك واسالك وين رحتي بالمبلغ. يظهر انه شريكك اللي نفذ السرقه ترك لك كل الاوراق اللي ما انا لازمت له وترك المبلغ معه. شريكي؟ مين قصدك؟ طبعا الاستاذ كمال. الاستاذ كمال صديق عمره لعادل، لو بده يسرقه كان سرقه من زمان. على كل حال بس يجي عادل ابقوا اسالوه وقولوا له انكم متهميني ومتهمين كمال، وشوفوا شو راح يكون موقفه. انا متوقع فعلا انه راح يتفاجأ بانه صديق عمره وزوجته السابقه متفقين ضده ومتآمرين على سرقته وخيانته. ارجوك يا سياده الرائد، انا ما بسمح لاي انسان يتهمني بالسرقه والخيانه. قلت لك انا ما عندي اي خبر باللي حصل، وجود الاوراق ببضاعه وصلتني اليوم الصبح ما بيشكل اي دليل ضدي. مين اللي بعت البضاعه اليوم؟ شخص اسمه عصام. تعتقدي انه هو بعت البضاعة ودس فيها الاوراق المسروقة لحتى ليورطك ويتهمك انت؟ اكيد، لذلك لازم تستدعيه وتحقق معه. طيب بتعرفي عنوانه؟ لا. ولا رقم هاتفه؟ كمان لا. اذا كيف بتتعاملي معه؟ هو بيتردد على المشغل بس انا ما بعرف لا محله ولا عنوانه. ليكون هيك شخصية وهمية وما لها علاقة إطلاقا يعني. أرجوك يا سيادة الرائد صدقني أنا عمري ما كذبت. وأنا أرجوك تعذريني، لأنه كل الأشخاص اللي بحقق معهم بيبدأوا كلامهم بكلمة صدقني أنا بريء، وبالنتيجة بتكون الأدلة كلها ضدهم.
يا ست نوال، أنا مضطر حيلك للنيابة العامة بتهمة المشاركة مع السيد كمال بسرقة خزنة المؤسسة، بدليل وجود بعض المسروقات بمشغلك ووجود دوافع عندك أخرى لارتكاب مثل هيك جريمة. أولاً الانتقام من عادل شكري لأنه طلقك وتزوج وحدة ثانية. ثانياً وجود شبهة تنسيق بينك وبين السيد كمال اللي زارك مبارح قبل الظهر ورتب معاك خطة ساذجة لتنفيذ السرقة. خذها. حصام أهلين. أهلين. أنا بعثت لك خبر تجي لأني جهزت لك البضاعة اللي لازم تأخذها للست نوال، بس من شي خمس دقايق خبرني الأستاذ ناصح خبرية مزعجة شوي. خير، شو الخبرية؟ عم يقول لي إنه الشرطة قبضوا على الست نوال، متهمينها بسرقة خزنة مؤسسة عادل شكري هي والأستاذ كمال المدير المالي. شو هالحكي؟ مو معقول. والله كل شي معقول، ذاتا بصراحة أنا من زمان بسمع عن علاقتها بالأستاذ كمال، ويبدو انه مرتبين سرقه الخزنه بغياب الاستاذ عادل، لكن ظاهر انه العمليه ما نجحت معهم وانكشفوا بسرعه. اعوذ بالله. معقول وحده مثل الست نوال وباخلاقها تتجرأ وتعمل هيك عمله؟ على كل حال اذا الكلام اللي عم تقوله صحيح اكيد في لعبه مرتبه ضدها. يعني مين بده يرتب ضدها؟ ناصع عم يقول انه الشرطه لقوا المسروقات بقلب بيتها، فشو بدك دليل اكبر من هيك؟ مو معقول. لسه بيقول لي مو معقول؟ شو عم اقول لك انا انه عامله عصابه سرقه بالبلد؟ هي بالظاهر اكيد رايده تنتقم من جوزها لانه طلقها، خصوصا انه هي اللي جمعت معه الثروه من بدايه حياتهم، واكيد اقنعت حالها بانها عم تاخذ حقها. عجيب، بس انطباعي عنها غير هيك تماما. على كل حال نحن صرنا مضطرين انه نقطع تعاملنا التجاري معها. وبالنسبه لك يا سيد عصام، انا بفضل انك تبعد عن طريقها لانه صار يودي للسجن. بيودي مين؟ ما بعرف، بجوز تتهمك بشي شغلة وانت لا علمك ولا خبرك. أكيد حدا مرتب لي هالمسألة لحتى يبليها بهالمصيبة. شو يا؟ صايرة أفكارك مثل انطباعاتك؟ مين اللي بده يبليها؟ على كل حال أنا رايح لقسم الشرطة، خاطرك. الو. اهلين رشدي، خير؟ شوفي، طيب طيب، انت روح لبيتك وما تاكل هم. مع السلامه. شو رشدي؟ عم يحذرني من عصام، قال انه عم يلمح باتهامنا وراح لقسم الشرطه وبلهجته فيها نغمه تهديد. خايفه لتكون غلطت باختيارك لعصام. عصام ما بيقدر يعمل شيء، رح يتفاجأ باتهام نوال له، ورح يصير همه الوحيد انه يبرئ نفسه قدام نوال. بس ما يكشف علاقته فينا. حتى لو كشفها ما في شيء ضدنا ابدا، امورنا كلها سليمه ومرتبه 100%. حضرتك اخوها؟ اي نعم. وانت امها مو؟ انا بشتغل عندها وهي اعز من بنتي. مروا، شو بتريدوا؟ بدنا نفهم شو الموضوع. انتم متهمينها فعلا ولا مستدعينها للشهاده؟ أختك بتهم يا سيد حسام، وجود بعض المسروقات بمشغلها بيعني اشتراكها بالسرقة. يا سيادة الرائد، أنتوا لقيتوا المسروقات بالبضاعة اللي وصلتها الصبح، معناها اللي جاب البضاعة هو اللي حط المسروقات. إيه، وشو اللي بيثبت صحة ادعائك هذا كله يا سيد حسام؟ أنا اللي استلمت البضاعة لأنه كانت الست نوال نايمة، واحد حمال جاب البضاعة وقال إنه هي من عند السيد عصام. أنت بتعرف عنوان عصام حتى نبعت نستدعي؟ لا ما بعرف. لا انت ولا نوال بتعرف عنوانه؟ لا. ماشي، على كل حال نحن بدأنا التحريات عنه، اليوم اللي منشوفه رح نبعث وراه ونسأله ونستدعي. واختي شو بده يصير فيها لبين ما تلاقوه؟ اختك طبعا رح نحيلها للنيابة، والنيابة رح تأمر بتوقيف على زمة التحقيق. سلامتك يا ست نوال. معلش يا نوال، بس يوصل عادل تتوضح الامور وتطلعي فورا. انا رح اوكل لك محامي، لا تخافي. اهم شيء تلاقي عصام يا امينه، اعملي كل جهدك انك تلاقي عنوانه. يلا تحركوا، هلا مو وقت مناقشات.
أمركم سيدي. طبعا أنا راح أبعث لكم ملف وبانتظار أوامركم. مع السلامة سيدي. أنا ما عم بفهم شو عم يصير. أنا اللي تعرضت للسرقة وأنا اللي بلغتكم. يعني معقولة تتهموني وتحققوا معي وتتبلوا الست نوال يلي بأمنها الأستاذ عادل على روحه؟ أنتوا عم تعرضونا لإهانة فظيعة بدون أي مبرر أو دليل. إذا كنتوا حريصين إنكم ما تتعرضوا لإهانة أكثر، فبترجعوا المبلغ اللي سرقتوه فورا. وين أخفيت المبلغ؟ احكي. قلت لك أنا ما بعرف أي شيء لا عن المبلغ ولا عن السرقة كلها. يا ست نوال، اللف والدوران والإدعاء الكاذب ما عاد يفيدك. صار واضح إنكم متآمرين ومتفقين على السرقة. وإذا ما رح تعترفوا بالهين رح تعترفوا بالصعب. وين أخفيتوا المبلغ؟ احكوا. أنا برفض الإجابة عن أي سؤال قبل ما يصل الأستاذ عادل. صباح الخير. صباح الخيرات. نعم. أنا جاي أسأل عن سيدي اسمه نوال عامر. قالوا لي إنه عندكم. بهمني أشوفه. الاسم الكريم؟ أنا اسمي عصام، عصام زكي. أنت عصام زكي؟ إيه نعم. هات هويتك لشوف. تفضل. أهلا وسهلا. جيت برجليك وإحنا عم ندور عليك. عم دور علي خير. السيدة نوال طالبتك ورايدة تشوفك. ألو، احترام سيدي. السيد عصام موجود عندي. يا عظيم جيبه فورا. من حسن حظك يا ست نوال وجدنا السيد عصام. الحمد لله. لأنه هو اللي بعت البضاعة وهو المسؤول عن وجود المسروقات فيها. طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا ست نوال، شو القصة؟ أنت اللي لازم تعرف شو القصة. أنا؟ يا ست نوال، أنا اللي بوجه الأسئلة مو أنت. أنت شو بتشتغل؟ أنا بشتغل بالخياطة وتجارة الملبوسات. وشو علاقتك بالسيدة نوال؟ أنا بجيب لها أقمشة وباخذ إنتاج مشغلها. طيب البضاعة اللي بعثت لي إياها اليوم شو كان فيها؟ أنا اليوم ما جبت البضاعة. أنا صحيح كنت ناوي اليوم أخذ البضاعة، بس بعد ما عرفت إن عنكم بطلت. يعني البضاعة لساتها عندي. شو رأيك بهالكلام يا ست نوال؟ يا سيد عصام، البضاعة موجودة بالمشغل والأوراق المسروقة انوجدت فيها. معقولة تنكر وتورطني بجريمة سرقة؟ أنا البضاعة يا ست نوال؟ أنا ما بعت لك شيء والبضاعة موجودة عندي. لكن مين بعت البضاعة؟ ما بعرف. أمين استلمتها باليد من الشخص اللي بعتها معه. أنا ما بعت البضاعة ولا بعت شخص. الظاهر في سوء تفاهم. سوء التفاهم بتحلوه بيناتكم. إذا عندك أي إثبات بيأكد إنه هو اللي بعت البضاعة فأحكي. يا خسارة الرجال اللي بتبيع ضميرها يا سيد عصام. أرجوك يا ست نوال، أنا جاي ساعدك واقف جنبك. صدقيني، مو أنا اللي بعت البضاعة. يا ملازم حامد، خذ إفادة السيد عصام وعنوانه وما تخليه يروح قبل ما أطلع على إفادته. حاضر سيدي. من سوء حظك يا ست نوال انه الشخص اللي عم تتهميه انكر علاقته بالبضاعه. صدقني انه عم يكذب. على كل حال رح تباتوا عنا هون، والنيابه بكره رح تتولى التحقيق. خذوهن. شو صار يا نوال؟ عصام نكر انه هو اللي بعت البضاعة. نكر؟ انا استلمتها بايدي من الشخص اللي بعته. هو عند الملازم. روحي واجيبي هالكلام يا امينة. يلا تحركوا. يا ملازم حامد، فرج عن عصام لأنه راح نحطه تحت المراقبة. إيه إيه، أنا ما ارتحت لإنكاره أبداً. حاضر سيدي.
كملي يا ست أمينة. أنت استلمت البضاعة من السيد عصام شخصياً ولا من شخص آخر؟ لا، من شخص آخر، وأكيد هالشخص الآخر حضرته اللي باعته. طيب شو اللي بيثبت إنه هو مو غيره؟ لأنه السيد عصام هو الوحيد اللي تعاملت معه الست نوال، فتحت له بيتها ووثقت فيه واعتبرته أخ إلها. لا تسرعي يا أمين، صدقيني مو أنا اللي بعت البضاعة، بس أنا اليوم لازم أعرف مين اللي بعتها. على كل حال نحن ما في عنا شيء ضدك يا سيد عصام، وبإمكانك تنصرف، وأرجو أنك تراجعنا بكرة الصبح. حاضر. تفضل، هاي هويتك. شكراً. مع السلامة. سيدي كيف بتخليه يروح؟ عم قلك هو اللي باعت البضاعة. نحن بيهمنا اللي سلمك إياها باليد، تقدري تعطيني أوصافه؟ إيه بقدر. ألو، مرحبا يا رشدي، اسمع لقلك، اتفقنا نبعت عصام بمهمة برات البلد، أعطيه مبلغ منيح وخليه يغيب عن الوش. هاي شغلتك يا رشدي. يا أخي قل له بدنا يا يروح يشترينا شوية ملابس أوروبية، المهم إنه ما يشعر إنه ضعفنا قدامه. خليك عم تحكي معه بقوة، لأنه بالنهاية ما عنده أي شيء ضدنا. أنا مستعد أقنعه وسفره من بكرة الصبح، بس مشكلتي إنه لهلأ ما وصلني شيء من حصتي، بعدين مالي عرفان قديش راح يطلع لي من المعركة كلها. لا لا لا، مالي خايف، أعوذ بالله، بس عم أذكرك. طيب أنا راح شوفه مشان أعرف شو عميل. طبعا طبعا راح طمنك فورا. مع السلامة. عصام ابن حلال، صدقني هلا كنت رح اتصل فيك. تفضل. خير؟ في خبريه جديده عندك؟ يا سيدي لك عندي فرصه طيبه كثير. هلا كنت عم بحكي مع الاستاذ ناصح بالتليفون وقال لي بلغك تجهز حالك للسفر. لوين؟ على اوروبا. بده اياك تختار له احدث الازياء للموسم الجاي. قبل ما نحكي موضوع السفر خلينا نحكي بالاهم. هلأ شو في أهم من أنك تأخذ لك مبلغ مرتب وتقضي لك كم يوم بعواصم أوروبا؟ الأهم أني أعرف مين اللي بعت البضاعة لست نوال. أني بضاعة؟ البضاعة كانت عندي وأنا كنت بانتظارك لما وصلنا الخبر. ست نوال وصلتها بضاعة اليوم الصبح، فيها أشياء من الخزنة المسروقة. نحن لا عنا بضاعة ولا بنعرف بالموضوع. هي أكيد ناوية تتبلاك، ذاتاً أنا حذرتك من الشيء، بس أنت مدري شو صاير لعقلك. لا تكون وعام غرامة وناوي تورطنا يا. هذب ألفاظك، جاوب عن سؤالي. مين اللي بعت البضاعة لنوال؟ إذا معلمينك ناصح أخته رايدين ورطوها بجريب السرقة واستغلوني، أنا مو أنت اللي حتبيع شرفي ضميري، عم تفهم؟ نزل إيدك وطول بالك، أنت جنيت؟ لسه ما جنيت، بس هلا أحسنت. أنا حقول الشرطة إنه أنت اللي أعطيت البضاعة وأنت اللي حطيت فيها مسروقات لدورة نوال، يعني علي وعلى أعدائي، عم تفهم؟ نزل إيدك وروح بلغ الشرطة واعمل اللي بدك إياه. نحن لا بنعرف نوال ولا بنعرف إنك عم تتعامل معها، وإذا عندك دليل روح قدمه ولا تقصر. رح أحصل على دليل منك ومن ناصح وبإيدي. حي. اضرب يا عصام. عم تضرب الشخص اللي مدلك ايده وساعدك لحتى حسنت توقف على رجليك؟ بشو وعدتك الست نوال؟ لحتى تبيع كرامتك وتوقف ضد الناس اللي ساعدوك؟ كنت ظنك رجال، ما خطر لي انك رح تضعف قدام وحدة ست وتبيع كرامتك واصحابك بهالسهولة. خلاص، انت اخر واحد بحق له يحكي عن كرامة وشرف.
عملتوني لعبة بين ايديكم يا كلاب. خليتوا نوال تثق فيي لحتى تضربوا ضربتكم. مين اللي بيعرف موضوع غيرك؟ مين اللي بعت بضاعة غيرك؟ شوف إذا هلا بدك تعرف فواضح تحسوا. مد ايدك علي بقطعها، عم تفهم؟ طلع بيتي! زدت تسكي بايدك. قلت لك زدت تسكي بايدك. طلع من بيتي! طلع من بيتي! قلت لك زدت تسكي بايدك. قلي مين اللي بعت البضاعة؟ أنا ما دخلني، أنا مالي علاقة. أنت لك علاقة، أنت بتعرف كل شيء. تحكي ولا هلا بتبهر؟ طيب 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 رح بحكي. بحكي. أنا اللي بعت البضاعة بناء على طلب من ناصح، هو اللي رتب العملية كلها. بس أرجوك يا عصام لا تجيب سيرتي، أنا ما أخذ شيء ولا لي علاقة بالموضوع. ناصح وينه هلا؟ بيت أخته. ست ليلى ديروا بالكم، عصام عم يتهمك انت وناصح بعملية السرقة وهو بطريقه لعندكم. اوعى تكون اعترفت له بشي. اضطريت اعترف، حط السكين على رقبتي وكان راح يذبحني. لا تظلميني يا ست ليلى، ما كان في قدامي غير هالحل. الو الو. الكلب رجدي اعترف. انا خايف لتفلت مسألة من ايدنا ونقع. إذا وقعنا رح تكون أنت السبب، لأنك غلطت غلطة كبيرة باختيارك لعصام. أنا ما خطرني أبداً أنه رح يقع بغرامها من النظرة الأولى. على كل حال أنا رح أتصرف. ألو، أعطيني عقاب. استنى لحتى تصحيني. خايفة لا يتأخر عقاب. انت ولا يهمك، بس خديه بالكلام شوي. يلا افتحي الباب بسرعة. سيد ناصح موجود؟ مين حضرتك؟ انا عصام، واكيد سمعاني باسم كتير. اهلا وسهلا. ناصح نايم، اتفضل ارتاح. فقيري هلا، لازم اشوفه هلا بسرعة. أنا من زمان حابة أشوفك، وكنت عم بحكي اليوم مع ناصح مشان نبعتك لأوروبا تجيب لنا مجموعة تياب. عجيب، شو هالسر دخلك لحتى فكرت تسافريني بهالوقت بالذات؟ شو هالسؤال يا سيد عصام؟ لا تتغابي يا ست ليلى، أكيد خبرك رشدي إنه أنا جاي لهون، وأكيد قال لك إنه اعترفي بإنه هو اللي بعت البضاعة للست نوال يلي فيها مسروقات خزنة زوجك، طبعاً ترتيب من أخوك المحترم لحتى توقعوا هالمسكينة بالسجن. ومين قالك انه نوال مسكينة؟ بهالسرعة لحقت تغريك لدرجة انك تهاجمني كرمالها؟ طول بالك، انا بنفعك اكثر منها، وانا متفائلة فيك وعاقدة امل كبير عليك بانك تأسس معي شركة كبيرة بالمستقبل. بظن الامور واضحة يا ست ليلى، انت استغلتيني لتحقيق هدفك ضد نوال. خططت انت واخوك المحترم لتنفيذ لعبة قذرة ضد انسانة بريئة لحتى تحققوا اهدافكم الدنيئه. وين ولد اخوك؟ هي ليا. انت مين ظاني نفسك؟ صحيح قليل ادب وما بتستحي، جاي تهاجمني وتهاجم اخي ببيتي؟ انت علاقتك مع رشدي وما لك اي كلام معنا. انا ما راح احكي معك اكثر من هيك كونك امراه،
بترجاكي فايقي لي اخوك هلا. اهلا اهلا وسهلا سيد عصام. خير؟ هل بدك ياني؟ بدي نوال تطلع براءة من التهمة اللي رميتها فيها، عم تفهم؟ لا تكون مفكر حالك عم تحكي مع رشدي يا سيد عصام. انا حكيت رشدي واعترف لي بكل شيء يا سيد ناصح. مساء الخير. أهلين، بقدم لكم السيد عصام. الظاهر أعصابه تعبانة شوي وبده زيارة كم يوم عندكم. أهلاً أهلاً بالسيد عصام. أهلاً، شرف معي أشوف. نزل إيدك، شيل المسدس. أظن السيد عصام أذكى من أنه يخسر حياته بلحظة طيش. يا سيد عصام، امشي قدامي ولا تعمل أي حركة غلط ممكن تخسر فيها حياتك. حرك! امشي قدامي! من صفرين سبعة لصفرين أربع حوين. نحن نتابع السيارة المشتبه بها. خليكم ورانا وراح ابعثكم دوري فورا. اولي جهز الدوريات واستدعي لي ناصح ورشدي فورا. حاضر سيدي. معلومات عن ناصح عبد الغني ورشدي الخياط وعن عصام زكي. حاضر صدقني أنا ما بعرف شيء أبداً. ما بعرف عصام ولا بعرف مين أخذه. على كل حال سيادة الرائد رايد يسمع كلامك بكتبه. تفضل معنا. طيب ما في مانع. تفضل. Thank you.
مرحبا. اهلين. انت رشدي الخيار؟ ايه. شو بقى؟ مين اللي ضربك؟ ما حدا. كيف ما حدا؟ اكيد مو انت اللي ضارب حالك. انا ما اشتكيت لحدا. فعلا انت ما اشتكيت، بس نحن شفنا مين دخل لعنده منك وبنعرف مين اللي ضربه. مين قصدك؟ شرف معنا ونكمل حديثنا بالمخفر. شرف تفضل. شرف الو. اعطيني عقاب. الو عقاب، الشرطه اخذوا ناصح، يمكن شافوكم انتوا طالعين. انت متأكد انه ضيعوك؟ طيب انا رح استنى شو رح يصير مع ناصح وبخبرك. مع السلامة. أهلين عادل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين عموري. تعا حبيبي، تعا تعا تعا. كيفك يا حبيبي؟ اشتقت لك يا عموري. شلونك؟ خير؟ فهميني شو قصة هالسرقة؟ مثل ما حكيت لك، السرقة صارت امبارح بالليل. كنت أنا وناصح بالبحر. رجعنا لقينا الشرطة مهتمة كتير بالموضوع، والنيابة أصدرت أمر بتوقيف المتهمين يلي تجمعت الأدلة ضدهم. ومين هني هالمتهمين؟ كمال ونوال. كمال ونوال؟